احنا بنعمل كده ليه؟ النهارده بالذات تلاقي ان في حاجات كتيره كده معقده ومش معقده يعني مالهاش دعوه بيها قوي. خالد لسه ما جاش. خلاص نلحق من خالد، وخالد بقى يتاخر وما دخلوش كده. نتصرف يعني. هو خالد على بالي تعالى يا خالد. انت السبب يا عمر، انت السبب يا عمر، منك لله. هبص على حد بس جوه. لا مش مشكلة، بص بس تأخرهم كده يعني. انت تأخرهم؟ معلش انا اسف. طيب. شباب يعني عايزين الدنيا، احنا تأخرنا يعني. فالنهارده وهدف الكلام ده ايه؟ عشان بس الموضوع ده واضح يعني. احنا عندنا قلنا احنا عندنا هدفين، جزء في الميزو ده ميكانيكال سيستم عايزين ندرسه. في عندنا طرق كتيره قوي لدراسه الايه؟ الكلام ده. احد الطرق ان انت بتعمل سيميليشنز او تعمل فنايت ايمج سيميليشن. المشكله الاساسيه بتاعت فنايت ايمج سيميليشن ان انت ممكن اول حاجه تحط اي شيء يطلع لك ريزلتس تفتكر ان هي صح من غير اي ايه؟ بمعنى صح جاربج ان جاربج اوت. فساعتها مالهاش لازمه. ازاي بتطلع صح؟ لا تطلع ريزلتس يعني طلع ماشي، بس هي هل هو اللي بيطلع ده صح ولا غلط ما تعرفش. لازم يبقى عندك ايه ريفرنس ايه من اناليسيس تبقى انت عارف متوقع وكده، او تعمل تيست كيس انت عارف المفروض تطلع ازاي، فبالتالي ايه لما تطلع مظبوطه يبقى انت ماشي في الطريق الصحيح. فدي اول مشكله ودي اول نقطه. كطرق اناليسيس في طرق مختلفة كتير تعتمد على حسب انت عايزه. يعني على سبيل المثال بالنسبة للكلام اللي احنا خدناه لغاية دلوقتي، لو عندك بي بالشكل ده خلاص، وانت في الشد بتشده كده مش معايا، والاكس بتاعتك كده. عايز تجيب الكي اكس، عايزين تجيب مثلا الكي اكس عشان نستخدمها في احد المعادلات اللي عندك. في الحاله دي هتلاقي ان الموضوع ممكن يبقى ايه؟ احنا عايزين اف، معنى كي اكس اللي هي بتساوي اف على الدلتا اكس اللي تطلع اللي بتتغير. صح؟ فاحنا عارفين ان لما بقى في علاقه بين الاستريس والسترين ايه هي؟ ان الاف ان السيجما بتساوي اي اف مظبوط؟ و الابسلون دي بتساوي ايه؟ دلتا اكس على ال، على اساس ان الاكس هي ماشيه الله ينور عليك مظبوط؟ والسيجما دي بتساوي ايه؟ بتساوي اف على ال. يبقى لو انا عملت اف على دلتا اكس هتساوي اي على ال. اف على دلتا اكس بتساوي ايه؟ بتساوي كي اكس. يبقى انا جبت كي اكس بعلاقات هوكس لو على طول من غير اي مشاكل، عارف العلاقه بين الستريس والسترين، جبت الدايمنشنز، قدرت اجيب الكي اكس. دي حاله من الحالات، دي اسهل حاله في الحقيقه. ماشي؟ ان انت يبقى عندك اكسيال فورس، والفورس دي بتعمل سترين او ستريس. ممكن نقلع التكييف عشان بس نتلمش. ممكن نقلع برضه المراحل اللي ورا على الاقل يعني. ممكن نقلع فوق. طلعوا فوق. هو حاجه يشتغل. تمام. فالكي اكس بتساوي اف على دلتا اكس بتساوي ايه؟ اي ايه على ال. فاحنا عشان نحسب الكي اكس اللي هو هدفنا حاليا ان احنا عايزين نعمل كاركترايزيشن للسيستم بتاعنا. كان كافي بالنسبه لنا جدا ان هو هوكس لو علاقه الايه؟ الاستريس بالنسبه. دي حاله، بس في الحقيقه مش كل الحالات كده، دي اسهل حاله. حالات تانية بيبقى في محتاجين ان احنا نستخدم ايكويشنز اخرى او طرق اخرى للحساب. احد الحاجات اللي احنا هناخدها النهارده حاجه اسمها البيم ثيوري. دي بتنفع
في حاله لما يكون في دايمنشن اطول بكتير قوي من دايمنشن ستاتيك اللي هي بيم. انت عندك البيم عباره عن ايه؟ حاجه طويله ليها كروس سكشن معاك، فدي بتنفع. فده ده دي حاجه. في حاجه اسمها انرجي ميثود، دي طريقه ثانيه. في طرق اخرى في الميكانيكال انجينيرنج عموما او الميكانيكال انجينيرنج ميكانكس حتى يسموها، في طرق كتيره قوي لحساب الاشياء، بس كل طريقه ليها ايه؟ سبيشال كيسز يعني. فاحنا بناخد منها طريقه عشان على الاقل نبقى عارفين احد الابروتش الايه؟ الاناليتيكال اللي نقدر نستخدمها تو بنش مارك الايه؟ الفاينانش اليمنت مثلا الميثود بتاعتنا. واضحه النقطه دي ولا لا؟ فهدفنا النهارده ان احنا نخش بعض ندي بعض التفاصيل بحيث ان احنا نفهم ازاي يبقى بعض الحالات الخاصه ازاي الريسبونس بتاعتنا. انا ما بديلكش حاجه بتحل كل حاجه. واضحه دي ولا لا؟ بقول لك الاكسل فورس، انا مديك مثلا عندك روب وبتشده وعايز تجيب الايه؟ الكي نتيجه الشد، الكي اللي هي علاقه بين الاف والاكس. ماشي، بس حضرتك قلت هنا ان الابسلون جامد، يعني مثلا لو في فورس لتحت مثلا هو. انا بقول لك ما دي حاله، انا بقول لك حاله اسهل حاله، او زي ما انت بتقول طب لو في فورس لتحت الكلام ده كله مش هينفع، هيبقى في كي واي وهيبقى في حاجات ثانيه. فعشان كده بقول لك العلاقه اللي احنا خدناها اللي هي روكس لو لغايه دلوقتي از ليميتد جدا، وان انت عشان تحلها تعمل ديفرنشال ايكويشنز وتحلها مع بعض الموضوع يعقد. فبنعمل ايه؟ بناخد ابروتشز اخرى بتقدر تديني انتويتيف سوليوشن للحاله على حسب شكلها. منها حاجه اسمها البيم ثيوري دي اللي هناخدها النهارده. ماشي؟ ممكن يكون في حاجه اسمها انرجي ميثود، احنا مش هنتعرض ليها، دي طريقه ثانيه برضه ممكن تستخدم، في طرق اخرى ممكن تستخدم. واضحه النقطه دي ولا لا؟ حد ليه اعتراض يا خالد؟ الويند بريد ده بس في الزاويه. اه ده ايوه. انت راجل مركز في الموبايل، انا احب الناس المركزه يعني. انت بتيجي في ميعادك وكل حاجه ومركز ما تتكلمش ولا اي حاجه. طيب تعالى نرجع على حبه حاجات بس وصلنا لها في المرات السابقه ونبني عليها. احنا عرفنا ان في علاقه بين السترين والستريس، دي جنرالايزد ريليشن، او انت عندك كذا دايمنشن مش دايمنشن واحد بين السترين والستريس. برضو بالنسبه للشير ستريس، دي العلاقه بين الشير ستريس والشير سترين والمودلس اوف اسمه ايه؟ مودلس اوف ستريس تي. اسمه ايه؟ مودلس اوف قلنا في حاله سبيشال برضو اللي هي اسمها بلين ستريس، او اللي هي الحاله لما يكون في دايمنشن الفورس اللي عليه او الديفورميشن ممكن نحمله. يعني احنا كاننا بنستخدم على بلين واحد او شغالين على بلين واحد. اوكي؟ فساعتها هيحصل فيه سيمبليفيكيشن للمعادلات اللي قبل كده ويطلع السوليوشن. وقلنا ان في حاجه اسمها باي اكسل ستريس، دي حاله خاصه لما يكون السيجما اكس هي السيجما واي. ماشي؟ لا مظبوط. وما لكش حاجه. سيجما اكس سيجما واي وي كان لوك ات تو ايدنتيكال ايه؟ ديبندنت كيس اوف يوني اكسل. طيب طبعا في الحاله دي هنلاحظ ان ايه؟ قصه ان ممكن ديكابل الاستريم بتاع الاكس من الاستريم بتاع الواي. يعني كان لما اجي اقول ابلاي فورس في اتجاه الاكس يبقى فورس ثاني في اتجاه الواي، كان ده اشتغل ده لوحده وده لوحده ما فيش مشكله، بس اليانجز المودل بتاعنا هيحصل له ستيفنينج بس شويه على اساس اللي ايه؟ العلاقه دي اللي هي اي على واحد ماينس. برضه اتكلمنا المره اللي فاتت قلنا ان احنا بنهتم في الابروتشز بتاعتنا، هنهتم بحالتين، حاله تو بفور فاريبلز، تو منهم جيومتريكال فاريبلز وتو منهم كايناتيك فاريبلز. الجيومتريك فاريبلز اللي عندنا اللي هي حاجه اسمها ديسبيسمنت، وادينا لها رمز يو عشان نفرق بينها وبين اكس وواي وزد كوردينيتس، وحاجه اسمها سلوب اللي هي ممكن تبقى السيتا اللي هي الديفليكشن بتاع البيم لو هو بيحصل له ديفليكشن. ماشي؟ و تو كاينتيك فاريبلز اللي هو الفورس اف والمومنت ام. واضح الكلام ده؟ الكلام ده قلناه المره اللي فاتت.
طيب برضو من الحاجات اللي احنا نحتاجها ان في حاجتين، في نوع حاجه اسمها سبورت لما يكون انا مثبت في مكان معين، بعمل حاجه اسمها ايه فورسنج لباوندري كونديشنز معينه. فعلى سبيل المثال ان لو انا عندي فيكسد او كلامبد بيبقى في عندي فورسنج على الجيومتريكال باوندري كونديشن ان مفيش حركه ومفيش ديفليكشن، لكن مفيش اي باوندري كونديشن على الكاينيتيك فاريبلز. نفس الحكايه لما يكون فري هيبقى انت عندك ايه مفيش عليه اي نوع فري تو موف، يعني معناه ان مفيش عليه اي رياكشن او اي رياكشن فورس او رياكشن مود وهكذا. ديفرنت كيسز اللي احنا واتكلمنا عن الستاتيك اكوليبيوم. انا هحتاج دلوقتي في نقطه ما اتكلمناش عنها المره اللي فاتت نتكلم عنها، حاجه اسمها الانترنال فورس، دي هنحتاج نتكلم عنها. فهن ريكول بعض الكلام اللي اتقال قبل كده اللي هي ان لما يبقى في ستاتيك اكوليبيوم لازم سيجما فورس يساوي صفر، سيجما مومنت بيساوي صفر. تمام. برضو في حاجه ان انا ممكن في اسلوب احنا خدناه قبل كده في ميكانيكا ان انت ممكن يكون الاستراكشر بتاعي ان انا اقطع ولما اقطع بحط فورس ومومنت من ناحيتين الاثنين يبقوا قد بعض بحيث ان هو ايه ولو انا طبقت عليه الاكوليبيوم كونديشن اللي هو سيجما فورس سيجما مومنت يكون زيرو لازم تنحل. اوكي انت عندك بيم بالشكل ده تفرض ان ده هو لو في ديفليكشن بيحصل ديفليكشن نتيجته، لكن ايه الاستراكشر بتاعك بيتحرك ترانسليشنال موشن بس. مظبوط؟ معايا ولا نفس الحكايه هنا؟ بيحصل في ديفليكشن. ماشي؟ لو بيتحرك مثلا فوق تحت. ركز معايا. اوكي فالديفليكشن ده بيتحرك فوق وتحت، فالماس اللي في النص انت بتعمل اسامبشن ان انت ده اللي هو بيحصل له بندنج والاستراكشر اللي فوق ده ما بيحصلوش اي بندنج. لما اجي اعمل فابريكيشن للكلام ده احنا قلنا ان احنا بنعمل حاجه اسمها ريليز لاير او اللي هي ساكريفيشال لاير وبنعمل لها ريليز. لما اجي احطها في الايتشنت هتلاقي ان نتيجه الاستراكشر ده رفيع هياخد تايم معين عشان ايه ياكل من فوق لتحت، يعني ايه اللي تحتيه يتشال. مظبوط؟ لكن نتيجه ان الاستراكشر ده كبير قوي عشان يشيله هيبتدي ياخد وقت فتره طويله جدا. ايه مشكله الكلام ده؟ مشكلتين. اول مشكله ان الكلام ده عايز اثبته فهحط له انكر عشان ما يتاكلش حاجه تحتيه. فلو انا سبت فتره طويله قوي ممكن الانكر يتشال يبقى الاستراكشر كله يطير. ماشي؟ فدي مشكله. المشكله الثانيه ودي المشكله دي اكتر في الاس او اي، طبعا في السيرفس مايكرو ماشين المشكله دي ما بتبقاش موجوده قوي. اللي انت بتبقى اللير نازله على طول من تحت. المشكله الثانيه ان الاتشنت اللي بياكل السكريفيشال لير ده في الحقيقه بيأثر شويه على الاستراكشر لير بس شويه صغيرين. فلو السلكتيفيتي بتاعتي 1 ل 100 والاستراكشر ده 100 مره ده سوري الاستراكشر ده الدايمنشن بتاعه 100 مره ده عقبال ما يخلص يكون كل البيمز دي كلها. فبعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها ريليز هولز كده. بفتح فتحات هنا. وهكذا. بحيث الريليز هول دي تبقى تاك بوينت للساكريفيشال لير. فبدل ما كان بياخد وقت طويل قوي قبل ما ياكل كل اللير اللي تحت، لا الوقت ده بيقل كتير. تلاقي ان هو ايه حبه حبه ايه ياكل من تحت كده كده لغايه ما يحصل ايه كله يتشال من تحت. طيب سؤال بس ايه اللي جاب الكلام ده دلوقتي؟ باشمهندس كان بيقول ان هو سال طب هل الريليز لايرز دي بتاثر على الاسامبشن بتاعنا ان البادي ده ريجن؟ ده سؤالك؟ في الحقيقه لا. ليه؟ ان انت لو انت بصيتها عليها ان انت كانك بتعتبر ان ده سبرينج وبعد كده في حاجه هنا اللي هي ايه؟
فاهم قصدي؟ يعني انا هاخد حته هنا واعمل لها زوم سكشن سكشن. فدي هنا في الهولز فالبيم نفسه لو اعتبرت ان ده بيم بيم ده قصير قوي فايز فيري 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 ستيف. احنا لما عملنا الاكسبريشن بتاع الستيفنس ان الكي دي تتناسب مع ال فلو ال دي صغيره قوي الكي دي هتطلع السما. احنا قطعنا كده صح؟ ايه؟ قطعنا كده. لا ما قطعتش خالص انا خدت بس عملت زوم عملت زوم. بص ماشي؟ فحاجه زي كده بتخلي ان انت عندك الستيفنس كبير قوي فالاسامشن بتاعك لحد كبير بالغ بالذات في اللوجيك ماس. ماشي؟ في حاله ثانيه بتاثر عليها بس احنا مش هندرسها ان لما يكون البيم نفسه عريض لدرجه ان انت تعمل فيه ديز هول ساعتها هياثر معاك ان بيحصل هنا بيندنج ففي تاثير. لكن لو في الريجيد بادي الاسامشن ان هو مش بيأثر على حاجه ده زباله اسامشن ومش هيأثر على شيء. هيأثر بس في حاجه واحده الافكتيف ماس ان لما يكون عندك كل الكلام ده سيليكون غير لما يكون في جزء منه بقى فيه خروج فبالتالي الماس بتاعه بيقل لكن كاستيفنس ما بيأثرش في شيء. ماشي؟ بالذات لما بتستخدم حاجه اسمها لامبد موديل. لامبد موديل يعني ايه؟ ان انا اجمع حبه حاجات واديها اقول ان ده كل الانرشيا موجوده فيها اللي هو الماس وحبه حاجات ده كل الموفمنت او البندنج موجود فيها دي اللي هي السبرينج وهكذا. واضحه؟ اللامبد موديل ده هيبقى ميكانيكال موديل. اللامبد موديل ده هو الميكانيكال موديل اللي انت بتستخدمه في الديفرنشال ايكويشن. ماشي؟ يعني انت كنت بتستخدمه في الديفرنشال ايكويشن ام وكي ودم. الكلام ده جايبه منين؟ من هنا؟ اسيوم ان انت عندك بوينت ماس والبوينت ماس دي عليها كي اكس فده انت بتعمل اسامبشن. اوكي احنا هدفنا ان احنا عايزين تول نجيب الكي يعني احنا ماشيين في اللامبد موديل احنا عايزين تول تحسب لنا كي اما هنجيبها من الدايمنشنز والرو والحاجات دي ممكن نجيبها عايزين نجيب تول تجيب تحسب لنا كي فاحنا بنتعلم تول اللي هي البيم ثيوري دي بحيث ان هي ممكن تفيدنا في الكلام ده. If you verified your results if you verified كل حاجه هتقدر بعد كده ان انت تجنرالايز بعد كده. ماشي؟ لو انت عايز سبيشال اناليتيكال ميثودز في ميثودز اخرى بتنفع لما يكون الاستراكشر از كومبليكيتد. واضحه النقطه دي ولا لا؟ هو الحاجات دي هي هولز دي الخروم اللي هي الهولز. طيب فعشان كده احنا هنتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ يعني هو احنا كنا قلنا ان في ممكن يبقى السبورت ده ايديال اللي هو انكر حاجه متثبته متنصبره في الحيطه ده مفيش اي حركه فيه. وحاجه ثانيه فيها نوع من الايه؟ كنترول موشن اللي هو هنسميه بعد كده سبرينج هنسميه بيم ان يبقى في علاقه بين الفورس اللي عليه والديسبيسمنت بتاعه. يعني المفروض لو الاستراكشر فري تو موف حطيت فورس الموشن ملهاش دعوه الا عن طريق السكند اوردر السكند نيوتن موف صح ولا غلط؟ لكن احنا لما يكون حاجه ربطنا بحب بيبقى في نوع من ايه كونسترينينج ليه مش فول كونسترينينج بس ايه بارشل كونسترينينج. فبنعرف الكلام ده او بنعبر عنه بحاجه اسمها سبرينج. السبرينج ده مش بالضروره يكون الزنبرك اللي احنا متخليه اللي احنا اتعودنا عليه، لا ممكن يكون اي حاجه الموشن بتاعتها او الديسبيسمنت تبقى بروبورشنال للفورس اللي ابلاي لها. اي شيء اي استراكشر الموشن بتاعها از بروبورشنال تو ذا فورس ابلايد عليها يبقى ده نوع من انواع السبرينج. ممكن البروبوشناليتي تبقى لينير بروبوشناليتي اللي هي زي الحاله ان اف ايكوال كي اكس او في حالتنا اف ايكوال كي واي دلوقتي او يبقى ايه سكند اوردر او ثيرد اوردر ان يبقى كي في واي زائد كي 2 في واي سكوير زائد كي 3 في واي كيو. اوكي؟ يعني كده السبرينج بقى اي حاجه ايه؟ السبرينج اي حاجه الحركه بتاعته تتناسب مع الفورس اللي بتابلاي عليه. ماشي؟ وبيبتدي يظهر حاجه اسمها بيم سبرينج. ان بيم مسطرات بتنوع من انواع السبرينج. حد ليك سؤال ولا حاجه؟ واضحه كل حاجه؟ طبعا نفس الحكايه زي ما بنتكلم في الايه في اللينير موشن
الكلام ده ابلاي برضو في الروتيشن موشن. لو جبت حاجه وبتلفها كده، لو السيتا دي تتناسب مع كميه التورك اللي انت بتابلاي، فده نوع من انواع السبرينج. اوكي، سواء لينير او سواء كوادراتيك او سواء. طب اللودز بقى بتاعتنا، في الحقيقه هو في نوعين من الفورسز. اللودز طبعا ممكن تكون فورس او تكون مومنت، ده اسمه لود. طيب اللودز دي الفورس ممكن تكون حاجه اسمها كونسنتريتد فورس او بوينت لود او بوينت فورس، او تكون ايه ديستريبيوتد. طبعا بوينت يعني فورس بتابلاي في نقطه واحده، ديستريبيوتد لا، يعني كيو دي اللي هي فورس بير يونت لينس او بير يونت اريا على حسب هي ديسبيوتد اللي هي. اوكي، هذين من شكلين من شكل الفورس. طبعا ممكن يكون مومنت، المومنت عادة ما فيش حاجه اسمها ديسبيوت مومنت، يعني في مومنت وخلاص، يعني مومنت حوالين الاكس او الواي او الزد عنده. طيب مهم جدا الابروتش ده ان احنا نعرف حاجه اسمها رياكشن فورسز، نعرف منين نحسب الرياكشن فورسز والرياكشن مومنت. لما نكون نثبت حاجه ايه الفورس ديستريبيوشن، ايه الفورس والمومنت ديستريبيوشن بتاعنا في الاستراكشر بنتكلم. فادي مثلا اهو ان احنا حاجه مثبتينها فول سبورت عند الحيطه وليها طول ان وبابلاي بوينت فورس عند الاف. اوكي، وعايزين نحسب حاجه اسمها الرياكشن مومنت والرياكشن فورس، وبعد كده في حاجه اسمها نعرف حاجه اسمها الانترنال مومنت والانترنال فورس. اوكي، طبعا بنعمل ايه؟ المعادله سيجما فورس تيكوال زيرو سيجما مومنت تيكوال زيرو. طبعا في حالتنا نعمل سيجما فورس في الواي، فتلاقي ان اف ار نازله طالعه فوق والاف نازله تحت، فالايه سيجما فورس بيساوي كام؟ بيساوي صفر، وبالتالي لازم ان الرياكشن بيساوي الفورس. اوكي، والسيجما مومنت نفس الحكايه، باخد مومنت حوالين النقطه ليكن النقطه دي، فالنقطه دي فيها مومنت ام ار وعكسه اف ال، بساوي الكلام ده بصفر، يبقى الايه الرياكشن مومنت بيساوي الاف في الايه. طبعا معنى كده ان كل ما كل ما يطول اللينس كل ما الرياكشن مومنت يزيد. ميك سنس؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ طيب، طب لو عايز اعمل حاجه اسمها ايه انترنال فورس او مومنت دايجرام، الانترنال فورس بتتحرك ازاي؟ فبعمل ايه؟ بقطع في اي نقطه عند ليكن نقطه اسمها اكس، وبحط وانا ما دام قطعت لازم احط فورس يمين وفورس شمال قدها وعكسها، ومومنت يمين ومومنت شمال الاثنين عكس بعض، بحيث ان سيجما المومنت بيضيع بعض. واضحه؟ وساعتها ممكن ابلاي الايكويشن اوف موشن هنا لوحدها وهنا لوحدها، والاثنين لازم يبقى فاليد وشغالين. فلو احنا عملنا الكلام ده هنلاقي ان اف ار بتساوي في اكس ليفت، يبقى معنى كده ان الفي اكس بتساوي اف، وفي نفس الوقت الفي اكس ار بتساوي الاف، فبالتالي ان هنلاقي واحنا عارفين من قبل كده ان الاف بتساوي اف ار، يبقى معنى كده ان الانترنال فورس دي بتساوي ايه؟ بتساوي اف. ملحوظه الفورس دي نوعها ايه؟ بوينت. ايه؟ دي بوينت؟ بوينت لا، ساعات بنطلق عليها حاجه اسمها شير فورس. ماشي؟ شير فورس لو حد مش ايه؟ ان هي شير، ان هي لو ده بلينز هي بتتزحلق اللي اوكي؟ دكتور هو الاسامبشن ده اللي احنا سيجما مومنت وسيجما فورس بيساوي زيرو ده عند الاستاتيك بس كده كده الفورس دي حركه كبيره. كلام جميل. وبعدين؟ بعد كده يثبت وهي تفضل موجوده. ايه المعلومات اللي هتجيبها؟ هو الفورس اتحرك يبقى الشير وال لا مش لازم الفورس في فورس اللي جوه البيم والحاجات دي. لو انت ابلاي فورس ما حصلش حركه دي مشكله يعني. لا بس ممكن تحركه ويثبت في الاخر. خلاص يا دكتور ان الفايده اللي احنا بناخدها من الفورس بعد ما بتشيل الفورس وابتدي البيم يتحرك. اولا ندرس الديناميك عن احنا هو في الاول احنا بنعمل ايه؟ بن ابلاي فورس، نفترض ان هو ثابت ونجيب الرياكشن، وبعد كده هنقول ان ده هيعمل ديفورميشن مش مع الوقت ديفورميشن وخلاص.
ونشوف الديفورميشن عامل ازاي. وبعد كده هيثبت واضح ولا لا. فاحنا بندرس ده البروباجيشن بتاع ماشي. ان انا مش عايز اخش في قصه التايم، لان التايم فيها نخش بقى في حاجات تانية، الدامبنج والفلويد داينامكس والحاجات دي. فهو ده نوع من الابروكسيميشن، اذا فاليد ابروكسيميشن ان انت بتقطع الموضوع شويه، زي بالظبط زي سيبريشن اوف فاريبلز اللي انت بتلجا له في لما يكون عندك كذا فاريبلز في نفس الوقت. اوكي؟ طيب ده احنا وصلنا ان الفي اكس ال والفي اكس ار بيساوي اف. لو عملنا سيجنال مومنت برضه قطعنا وخدنا الام ار، هتلاقي ان هي عباره عن ام ار بيساوي ماينس اف ار اكس ناقص المومنت حوالين ال حوالين ال يعني اللي هو كاونتر كلوك وايز اللي موجود كلوك وايز ده اللي هو المومنت ده، وفي نفس الوقت الفورس دي بتعمل نوع من انواع المومنت. هنشيف نشيل الاف ار نحط الاف ال، فبالتالي نقدر وعارفين ان الام ار بيساوي ايه؟ اف ال من قبل كده. يعني احنا ام ار حاسبينها قبل كده ب اف ال، و الاف ار حسبناها ب اف، هنعوض بيهم يبقى الام مومنت حوالين اكس عند نقطه اكس يعني بيساوي اف ال ماينس اف اكس. واحنا عارفين المومنت بتاع ال هو المومنت بتاع الليفت هو المومنت بتاع الرايت، فبالتالي ايه؟ ان اف ال ماينس اف اكس. فاحنا لقينا ان المومنت في الحاله دي بتغير ايه؟ لينيرلي مع الديسك. اوكي؟ في اي سؤال في الموضوع ده؟ طيب لو كان عندنا في ماس حتى فورس عايزين ناخد الفكره بتاع الماس نزودها على الفورس. بس الماس ده ايه؟ تعمل ايه؟ نجمعها في نقطة بعدين بس نجمعها نقطة. ده كويس في حالة الفورس، لكن ما ينفعش في حاله المومنت. هتجمعوها ازاي في الصوره؟ لا كنا بنعمل في الاستراكشر من اي حد. ايه؟ كنا يعني تعالى فكر معايا، انا فكر لسه جاي نعمل له افريج. نطلع عليه في الاستراكشر صح؟ ايوه. انا هاخد نفس الحكايه هنا. لما نيجي نكسر نعمل الكلام ده هيبقى في عندنا مومنت. مين من دول؟ وهنعمل فورس كده. كده وعندنا هيبقى في برضه مومنت اكشن. كفورس مفيش مشكلة. ليه؟ ان انت ممكن تقول ان الفورس بتساوي كيو في الاكس، فهنا هنبقى اف ار زائد كيو في الاكس بتساوي اف ال صح؟ ومن قبل كده لو احنا في الحالة دي من فوق يعني طبعا احنا لازم نجيب الرياكشن الاول، فالرياكشن بنجيبه ازاي؟ نقول ان هنا ده هنا اف ار وهنا في مومنت ار، ف اف ار مفروض هو اي كيو كيو ده ما احنا لسه حاطين اللي هي ديستريبيوتد فورس. اف ار
ناقص اف ناقص كيو في الان ايكوال زيرو، يعني اف ار بتساوي ايه؟ اف زائد كيو اف. حد عنده اعتراض؟ ماشي؟ حسب الناس اللي تحت تسألهم استاذنهم. لا دي عندي، لا ما اشتغلش عندي. اوكي؟ طيب بالنسبه للمومنت اعمل سيجما مومنت بتساوي زيرو واجيب مومنت كوفرنت للبي. هنعمل نوع من الانتجريشن دلوقتي. ايه هو؟ هناخد ال اللي فيها صغنون. ايوه هيبقى عباره عن ايه؟ كيو كيو دي اكس مضروبه في اكس. ماشي؟ عندك ام ار. لو هناخد حوالين المومنت حوالين النقطه دي يبقى عندك ام ار ناقص اف ال ناقص ايه يا جماعه؟ ناقص اف ال ناقص المومنت ده اللي هو عباره عن ايه؟ الفورس اللي هي كيو دي اكس مضروبه في اكس وهكامل من زيرو ل يبقى لما اجي اعمل الكلام ده، ده الكلام ده بيساوي صفر، يبقى الام ار بتساوي اف ال زائد كيو في اكس سكوير على 2 والاكس دي هحط مكانها ال. اوكي؟ هي ايه كيو؟ هي ايه كيو بس؟ انا لسه الراجل سال السؤال ده. كيو ده ديستريبيوتد فورس اللي هي فورس بير يونت لينز او بير يونت اريا على حسب احنا بنتكلم عنها. بس برضه عايزين نرجع للكلام ده لما نعمل الترنال فورس. ماشي؟ فساعتها بدل ما هي تبقى ايه اللي هتبقى ايه؟ اكس اكس. واضحه دي ولا لا؟ ماشي. لما اجي اقطع هنا بالشكل ده عايز اعمل الكلام ده هنا. من زيرو اكس. خلاص بدل ما تبقى من زيرو اكس هتخلي ده نسميه عشان بس ايه؟ اول محطه بالنسبه لنا صار. ماشي؟ ويبقى ساعتها التكامل من زيرو بدل من زيرو ال لزيرو. اوكي؟ يعني لما اجي اعمل الكلام ده هتقول ان ام ار ناقص ام ال اوف اكس زائد اف ال اوف اكس مضروبه في اكس زائد هيبقى الكلام ده اللي هو تكامل من زيرو في اكس ب دلوقتي ده مش هيعمل فاريشن بين الاثنين قد بعض؟ ايه؟ هو المفروض لو انا دلوقتي ده الكلام ده بالنسبه للناحيه دي. طب بالنسبه للنص اليمين الثاني الانتجريشن مش هيعمل زيرو اكس لا اكس ال. اوكي. هل في شرط ان زيرو الاكس زي من اكس ال عشان يطلع نفس الفاليو يعني يطلع نفس الانترنال فورس؟ انت بتطرح ال من اكس يا عم ليه؟ مفيش اي شرط. خلي بالك هنا في ام ار هناك مفيش ام ار. ماشي. الحل بتاعك حط اكس بتساوي صفر تطلع لك المعادله تجيب لك الام بتساوي ام ار والاف بتساوي اف ار. حط الاكس بتساوي ايه؟ تطلع لك الام بصفر والاف اف الاكشن اف. هو ده الحل صح ولا لا؟ واضحه لك المشكله يا جماعه؟ اوكي اقعد كده مع نفسك واعملها يعني. انا مش عايز اديها اساينمنت عشان ده تنزل على الاساينمنت. لا لا احنا نعملها لوحدي. ده انا لسه هروقك بقى. هروقك هروقك. تعالى خش بقى ايه؟
حاجه اسمها البيم ثيوري. ايه البيم ثيوري دي؟ عايزين نستخدمها عشان نقدر نحسب الديفليكشن والحاجات دي. المشكله ان الوضع الحالي بتاعنا ان لما المعادله تبقى معقده وفي كذا دايركشن بيبقى في مشكله. كل الشركه كلها يا عم يا جماعه انا عايز بس اوضح نقطه مهمه بس يعني عشان انا حاسس ان الموضوع ده بنفقده يعني احنا في الحرب ماشي يعني بمعنى ان الحرب ليها ميعاد نيجي فيه اللي ما يجيش فيه المفروض ما يخشش لما بنيجي نقعد المفروض نتكلم ما نتكلمش مع بعض الحاجات اللي هي البديهات دي يعني ماشي احنا قاعدين الباب يفتح والناس بتخش بتخرج ممكن نقعد هناك مفيش مشكله تحب نقعد هناك لا التكييف انا حاسس لا لا فقصه السيجما اللي هي ستريس ترين ريليشن ما بتنفعش لما الموضوع يبقى معقد وبنتكلم على كذا دايمنشن اكس واي وزد يعني الديفرنشال ايكويشنز عندنا ثلاث دايمنشن وفي كابل ديفرنشال ايكويشنز هتبقى الموضوع ايه معقد وبعدين بنشوف وسائل اخرى عشان تسهل الكلام ده منها على سبيل المثال حاجه اسمها البيم ثيوري. البيم ثيوري دي بتفيد جدا في الاناليسيس بتاعت لما يكون دايمنشن اطول بكتير من دايمنشن عشان كده ان احنا بنوصل ان الاستيستي في بعض الاحيان كتيره ما بتبقاش سهله ان انا استخدمها الا في حاله واحده زي اللي وريتها لكم لما يكون في اكشن فورس والفورس بتعمل حركه في اتجاه الاكشن بتاعها. لكن لما في عندك بيندنج وحاجات معقده وكده وروتيشن الموضوع لو في تورك غير او مومنت يعني غير الفورس فالموضوع بيبقى صعب ان احنا نلجا ليه باستخدام الدايركت الاستيستي نولج اللي عندنا اللي هي العلاقه معنى الاستيستي نولج علاقه بين الاستريس والسترين على طول. تمام؟ فبنلجا لحاجه اسمها البي ثيوري او بنلجا لحاجه في فيلد بقى مختلف اسمه ميكانكس اوف ماتيريال. منها جزء سبست منها حاجه اسمها البيم ثيوري. الميكانكس اوف ماتيريال ده بيدرس حركه الماتيريال. بيهتم بالابلايد فورسز والسبورت كونديشن بتاعتنا بتبقى باوندري كونديشنز مهمه بتحدد الحركه. بنعمل حبه اسامبشنز مهمه ولازم تساتسفاي الاسامبشن دي عشان لو هي الحاله بتاعتنا ساتسفاي الاسامبشن دي ممكن نستخدم السبيشال كيس دي لو ما دوزنت ساتسفاي يبقى لازم الجا لجنرالايز سوليوشن او سوليوشن اخر. فدي نقطه مهمه. طبعا احنا بنتكلم على حاجه اسمها اني بريزمك ستراكشر. يعني ايه بريزمك ستراكشر؟ ليه كروس سكشن والكروس سكشن ده مستمر معانا. واضح؟ يعني لو كروس سكشن قاعد بيتغير والحاجات دي لا ده مش جنرالايز سوليوشن. تاني حاجه ان في دايمنشن اطول بكتير من التو دايمنشن كده. اذا عندك مثلا بيم هي مقصود بيم ان يبقى في حاجه طويله والكروس سكشن اصغر منه. عشان كده سموها بيم ايكويشن. طيب تعالى نشوف الالمنت بتاعنا. احنا هناخد عندنا بيم عليه ممكن يطلع عليه لود. هناخد حاجه اسمها يونت المنت. تمام؟ الالمنت بتاعنا ده هيبقى عرضه دي اكس. ممكن يكون عليه ديستريبيوتد لود بس، ممكن يكون عليه بوينت فورس بس، ممكن يكون ولا ده ولا ده. طبعا ايه ده جنرال كيس ان هي يكون عليه بوينت لود وعليه ديستريبيوتد لود، ممكن ما يبقاش عليه حاجه خالص. فدي دي ده تريفيال كيس يعني او كيس. ويبقى نتيجه ذلك ان انت قطعت يمين وشمال يبقى لازم يبقى في مومنت يمين وفي مومنت شمال. برضه لازم يكون في عندك في فرق في الشيف فورس بين الشمال واليمين على حسب ان في ديستريبيوتد لود. طبعا لو ما فيش ديستريبيوتد لود الفي يعني دي زي دي زي ما احنا شفنا في الحاله الاولانيه. لكن في الحاله اللي احنا بنشوفها دي مش هتلاقيهم زي بعض. لا تختلف. بس معنى كده في ديفورميشن هيحصل. ايه ليه؟ معنى كده لازم ديفورميشن هيحصل عشان الاثنين مش زي بعض.
خلي بالك معلش انا اسف بس يعني في نقطه انا بقطع عم بعمل قطعين مش قطعه واحد انا باخد اليمنت عايز ادرس اليمنت واحد فلازم اقطع كده وبعديها الدلتا اكس اقطع تاني ده مش زي ده فده مش زي ده ده اللي انا قصدي عليه يعني هنا لو في الحاله دي لا قطعت هنا هيبقى زي الشمال يعني يعني الحاله الاولانيه لما ما كانش في ديستريبيوت الدور كان بيم بس لما تقطع هنا الفورس كان بتساوي اف 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 قطعت هنا الفورس بتساوي اف صح في الحاله بتاعتنا دي اللي هي لما تكون في ماس لما تقطع هنا الفورس مش هتساوي اف هتساوي ايما ولما تقطع هنا هتساوي ايما تانية لكن عند القطع ده يمين وشمال زي بعض دي 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 ثابته دي واضحه ولا النقطه دي لا مش فاهمها ايه يعني ايه اصلا منها عدت اكس انا عايز ادرس الانفينيتيزمال يونت وبعد كده اعمل انتجريشن اجيب كله ده فكره الديفرنشيشن ان انت بتلجا نقطه وتاخد اليمنت صغير بتدرس عليه اللي بيحصل وبعد كده يا اما تحطها في ديفرنشال ايكويشن او بتعمل انتجريشن طب ما هو لو بوينت هي زي بعض ليه؟ احنا دي الف ب ستاتكس انت لما بتقطع في نقطه بتعمل مومنت يمين قد المومنت الشمال وفورس يمين قد الفورس اللي فوق عشان استاتيك اساسا استاتيك ايوه ده استاتيك احنا بنتكلم ليه يمين زي شمال في المومنت يا عم عشان ما اتحركش ما هو عشان لو هو في حاجه هيتحرك يمين زي شمال لا الحاله دي انا بقول ان انا بفرض هنا بقطع هنا وبقطع هنا ماشي بفرض هنا في كلام جميل ليه انت بتفرض الكلام ده احنا بنعمل لو احنا عندنا تعالى نتكلم حاجه زي كده لما يحصل ان انت تعمل مومنت ايه اللي هيحصل المومنت هيعمل دي كده طب لما يكون في فورس شير فورس ايه اللي هيحصل هيحصل كده الاستراكشر هيبقى زي ما هو بس هيسلايد يعني كاني الاستراكشر اليونت بتاعته كده لما اجي اعمل لها مومنت يا اما كده اوكي من هنا في مومنت هنا في مومنت كده هنا في مومنت كده في مومنت مظبوط طيب لما يكون عندي الفورسز تلاقيها في الاخر هتبقى عامله كده لما يكون الفورس فوق والثانيه تحت بيسلايد احنا حالتنا نفترض ان مفيش شير فورس في عندنا بس مومنت بس طيب تعالى واحنا ماشيين في الحقيقه واحنا ماشيين هنعمل ايه هنجمع هنجيب حبه ريليشنز والريليشنز دي في الاخر هنجمعها ببعض دينا حاجه اسمها البيم ريليشن اوكي واضحه ان احنا بنعمل ايه عشان حد يقول لي ليه؟ تعال ندرس الاليمنت بالشكل ده. لو احنا بنعمل سيجما فورس ايكوال تو ايه اللي هيحصل؟ ان دي ماينس كيو دلتا اكس هنعمل اسامبشن ان هي بتابلاي في الايه؟ في الاليمنت. سوري مش هنعملش اسامبشن هنا. معلش يعني طب ما كده في الاخر بقى نقطه يعني. في دلتا ممكن تصبر. اصبر هم صبروا كي لا بده ايه انا قلت لك جد يعني في الاخر طالما اطبقت على نفس الحاجات بس عشان بقى كده هنعمل بيندنج فلما يحصل في بيندنج مش هتبقى نقطه فالفي ماينس كيو دلتا اكس ناقص الفورس اللي في الثانيه نعمل سيجمنت فورس هنلاقي في الاخر وصلنا لحاجه مهمه ان كيو يساوي دي في باي اكس معنى الكلام ده ايه؟ لما يعمل يحصل عندنا ديستريبيوتد لود هيؤثر في الانترنال فورس بيعمل جريدينت في الانترنال فورس واضحه دي ولا لا؟ ماشي دي اول ايكويشن تبع على جنب ايه؟ لو يونيفورم ملهاش دعوه باي حاجه يونيفورم شويه انت في اي حاجه دخلت في الموضوع؟ الماس متوزع لازم يكون يونيفورم ماشي يبقى الماس يونيفورم مش الرود اللي هو اليونيفورم الرود لو مش يونيفورم ده اللي عايز اقوله لك في كونس ان كيو مش لازم تكون ماشي
هيحول الايكويشن ان في ان كيو تساوي ماينس اي في باي اكس. خلاص نخليها على جنب عشان نستخدمها قدام شويه. طيب الحاله الثانيه تعال نشوف سيجما مومنت. نعمل مومنت، هناخد المومنت حوالين نقطه ليكن مثلا النقطه دي. طيب عندك ماينس مومنت اللي هو ده، في عندك انا افترض ان الديستريبيوتد دوت، هنعمل الاسامشن ده ان الديستريبيوتد دوت اكتنج في النص بدل ما نعمل انتجريشن. خلاص فيبقى ماينس كيو دلتا اكس، دلتا اكس على 2 وبين مومنت ام زائد دلتا ام، وفي ماينس في زائد دلتا في دلتا اكس. هي في دي بوينت فورس، في دي بوينت فورس ده رياكشن فورس. لما نيجي نعمل الكلام ده هنهمل الترم اللي هو دي في دي اكس على ان هو صغير، ولما وكذلك دي اكس سكوير ان هي نعتبر ان هي صغيره، فيبقى ساعتها بنوصل ان الايه؟ ان الفي بيساوي دي ام باي دي اكس. يعني ايه؟ الرياكشن فورس تساوي تفاضل الانترنال مومنت مع الاكس، يعني بيساوي في ايكوال دي ام باي دي اكس. اوكي؟ طبعا انا ممكن اعمل ايه؟ اعوض دي هنا يبقى كيو بيساوي ايه؟ دي 2 ام باي دي اكس. دي 2 ام باي دي اكس ماشي، او ماينس دي ام عشان في ماينس. طيب معلش ليه ام بظروف ام؟ مش فاكر ام يعني ليه دي بظروف ام؟ احنا بنسيوم ان الاليمنت لما نقطعنا اليمين والشمال هيبقى في فرق بين الام اللي قطعه دي والام اللي بعدها. اسمها دلتا ام. وليه دلتا ام مش ام 2؟ عشان احنا الاليمنت بتاعنا طيب. اوكي؟ فده الكلام اللي احنا كنا قلنا عليه ان كيو بتساوي ماينس دي ام باي دي اكس لما نعمل ميرجن بين. طيب لغايه دلوقتي احنا فرضين ان الاليمنت ما حصلوش اي ديستورشن. واضح؟ طيب تعالى نفترض بقى ايه؟ ان بدا يحصل فيه عندنا ديستورشن. طيب عايزين نوجد علاقات بين الايه؟ بين حاجه اسمها الريد، يعني الريدس اوف كيرفتشر وايه؟ والديسبليسمنت فيكتور. دي يو باي دي اكس الزاوية بتاعت اليو تساوي تان سيتا. طب لو السيتا صغيرة ممكن تساوي ايه؟ تساوي سيتا. طيب فدي أول معلومة محتاجين نعرفها، إن دي يو باي دي اكس بتساوي ايه؟ سيتا. تعالى نكتبها نستفاد منها بعد كده، إن سيتا تساوي دي يو باي دي اكس. طيب في حاجة تانية، لما يكون عندنا ستراكشر بيحصل له بيندنج بيبقى في حاجه اسمها radius of curvature. طبعا الحاله الجنرالايزد منها او الحاله السبيشال كيس الضيق ان radius of curvature بيساوي الار، لكن ان جنرال كده لو حصل حاجه وبنعملها بيندنج في حاجه اسمها generalized radius of curvature. العلاقه بتاعته هي بالشكل ده، ده 1 زائد دي يو باي دي اكس سكوير كله تبقى على 2 على دي يو سكوير باي دي اكس سكوير. دي الحاله الجنرالايز بتاعتها. اللي جت منين؟ هي دي جت منين؟ دي جت منين؟ دي جت من الميكانكس او من جيوميتريكال ميكانكس. لما يبقى عندك ريت اوف كيرفتشر علاقه بتبقى عامله ازاي؟ مش هنخش في تفصيل جت منين؟ انا ما اعرفش. بس ممكن ندور هتلاقي ان هي جت من كده، يعني جايه منين؟ من الـ من الايه؟ من الـ من الميكانكس من الجيومتري اللي هي الحاجات اللي احنا كنا بناخدها زمان. السؤال فين السنتر؟ ده الكيرف. هو عشان كده السنتر هو المفروض المسافه الرو دي اللي هي المسافه بين البوينت ده والسنتر اللي كانه بيلف حواليه. ففي العادي لما يكون دايره الرو تبقى ثابته كله فيبقى السنتر نقطه واحده، لكن لما يكون كيرف كده ممكن ما يبقاش نقطه كله ما بيلفش على النقطه، ممكن بيلف حوالين ايه؟ يعني مع لوكس معين الوقت او مع فرصه قريب في الفوق بتاعتك. ما لهاش دعوه بالفرصه، ما خدناش فرصه، ده كان جيومتري كده عالي خالص. جبنا جبنا مسطره وجبنا ايه؟ انزل هتبتدي ليه؟ مش بيبقى في فرصه ايه؟ ماشي.
طلعتها فوق ونزلتها تحت الريديوس فوق يعني كربتشر فوق كربتشر تحت الريديوس ماشي دي قصه ثانيه بقى ده بتجمعها لما بتدخل الجيومتري مع الفورس اللي احنا عايزين نعمله احنا في الاخر احنا انت بتبص بتقول دلوقتي الريزلت الريزلت عامله ازاي ده اللي احنا عايزين نعمله في الاخر ان احنا نوجد علاقه بين الفورس وبين الريديوس كربتشر واضحه فالعلاقه دي لما نعمل ابروكسيميشن فيها شويه هنلاقي ان ايه ان دي يو سكوير باي دي اكس طبعا معنى الكلام ده ان احنا بنفترض ان في سمول ديفليكشن وده دي احد البوينتس لما بيبقى في لارج ديفليكشن بتبتدي ايه بتاثر معاك في البيم ثيوري ما ينفعش تابلاي بيم ثيوري فدي نقطه بس صحيح لو وصلنا ان الرو بيساوي ايه 1 على دي سكوير يو باي دي اكس يبقى ايه الرو بيساوي 1 على d سكوير يو باي دي اكس اللي احنا وصلنا لغايه دلوقتي ايه؟ ان الايكويشن دي بتربط الفورسز مع بعض مظبوط؟ والايكويشنز دي بتوصف الجيومتري مع بعض عايزين حاجه بقى ايه؟ توصل واحده بالثانيه ماشي؟ ايه اللي يوصل الكلام ده؟ احنا خدنا حاجه بتوصل الفورس بالديفليكشن اف كي لا ديفليكشن اف كي اكس الاستيستي دوكس بدينا ان احنا اتكلمنا عن اللي بقى لازم نلجا نستخدم ايه المعلومات بتاعت الاستيستي عشان نربط الفورس بالجمله ماشي ونشوف الكلام ايه دي اصعب حته بقى في طيب احنا هنعمل ايه assumption كده ان احنا هنفترض حاله ان احنا عندنا بيم وفي عندنا بريشر او فورس ديستريبيوتد فورس كلمه بريشر تعني عاده ديستريبيوتد فورس ماشي بيبقى ابلايد من تحت فاللي هيحصل هيحصل في بيندنج ماشي طيب لما يحصل بيندنج ايه اللي بيحصل ان انت الفورس كان بيحصل ايه عندك بلين ابلاي عليه فورس فبيبقى ايه ده نوع الاسترس ده ايه؟ بلين والله فورس عليه نورمال شيل ستريس ده نورمال ده نورمال نورمال سترين فانت بتعمل ايه؟ نورمال سوري او نورمال ستريس انا اسف نورمال ستريس مش عارف اسمها نورمال ستريس اوكي فبتابلاي نورمال ستريس طيب اول حاجه في نقطه طيب لما بتيجي تعمل نورمال ستريس ايه اللي بيحصل؟ هبتدي ايه؟ يتقسم مظبوط؟ ابتدي ايه يبقى مايل بالشكل ده طيب تعال نبص الوضع عامل ازاي تحت الفورس شدته لجوه مظبوط؟ وبره شدته لبره مظبوط؟ يعني لما نتكلم على ستراكشر بالشكل ده كان كده عشان يبقى كده يبقى ايه اللي حصل؟ ان في فرصه داخليه زقيته كده وفرصه خارجيه عملته كده مظبوط؟ يبقى النورمال ستريس في الحقيقه لازم ايه؟ ستريس كيرف دايما في الماده بيبقى كونتينوس ما يقطعش هنا كان ليه دايركشن وهنا ليه دايركشن تاني يعني معنى الكلام ده ايه؟ يبقى في النص مكان بالصفر وده طبيعي ان لما يكون اللي تحت اقل واللي فوق زاد يبقى في واحد في النص ما حصلوش حاجه يعني لو احنا بنقسم ده هنسميه زد دايركشن وعايز ارسم السيجما مع الزد هتلاقي في الحقيقه ان هو بيبقى بالشكل ده حيث الصفر ده ايه؟ الصفر ده بوزيشن في النص ممكن يكون يعني ممكن يكون في نص البيم او لا ملهاش دعوه البوزيشن ده عنده الاسترس بكام؟ بصفر يعني ده زيرو بوزيشن بكام؟ هنا بيزيد الستريس وهنا بيقل
يعني هو تقدر ماشي. ومعنى كده من كده عشان احنا معلش عشان احنا بس الكيرف يبقى مظبوط مع الكلام اللي احنا بنتكلمه مش كده بقى المفروض كده يبقى ده اسمه تنشن اسمه كومبريشن. المفروض بقى الاكسس ده في النص. لو البيم كان يونيفورم هيبقى في النص. لا لا اصل النص عند الحته اللي فيها الزيرو بتاع الزيرو بتاع الزد في الزيرو. ايوه لو البيم يونيفورم، لكن لو البيم عامل كده كروس سكشن بتاعه عامل كده او عامل كده لا تختلف. هو الزد في زيرو دي عند النص البي على نص البيم يعني هو ده اللي بيساله. لا انا قصدي يعني ده سؤالي انا بتكلم على عندها هنا الزيرو بقى بتاع الزيرو هنا وتحت نيجاتيف فوق. ما ده اللي بقوله ده هنا ده انا بقول هنا ده الزيرو كده طالع ده البوست الزيرو ده النيجاتيف زيرو يعني اوكي. طيب لو انت يبقى وين ترانسفيرس فورس كوزنج بيندنج هيجي يعمل حاجه اسمها شير ستريس. دي نقطة مهمة جدا انا عم بتكلم عنها ان انت اي نعم انت عندك vertical force كده كانت normal stress لكن لما عملت كده بدأ يحصل فيه ايه؟ deformation يبقى يحصل فيه shear stress. ال shear stress ده in addition لل normal stress اللي عندك لما يحصل فيه moment بس ايه اللي هيحصل؟ هيحصل pure bending و create normal stress only. دي نقطة مهمة يعني الكلام اللي بيقوله ده اللي احنا كنا رسمينه من شويه لو عندك مومنت بس وبيبند هيعمل ايه؟ نورمال ستريس اللي احنا رسمينه ده. لو عندك فورس هيحصل فيه كومباينيشن من النورمال ستريس والشير ستريس اللي هي الرسمه دي. واضحه ولا لا؟ نقول تاني النورمال ستريس امتى؟ لما بتابلاي حاجه بحيث ان هي تعمل بندنج او هي كانت مومنت هتعمل ايه؟ هتعمل نورمال ستريس بس. لو هي فورس هتعمل نورمال ستريس وهتعمل شير ستريس كمان ان هيحصل فيه سلايدنج بالشكل ده. طيب تعال نتكلم الكلام اللي انا قلته من شويه. لا ممكن بس طيب احنا قلنا ان لما يحصل بندنج هيبقى في حاجه اسمها ايه؟ هيبقى في حاجه اسمها تنشن بره وكمبريشن فيحصل في بلين كده في النص بيبقى بنسميه نيوترال ايه؟ نيوترال بلين اللي هي عندها او نيوترال اكس اللي هو عندها الستريس بسوسف ولا هو انسايد ولا هو تنشن ولا قوه كومبريشن. واضحه ولا لا؟ طيب استفاد بالكلام ده في ايه؟ طيب استفاد ان انا اقول ان ده هو الريفرنس بلين بتاعنا. احنا عارفين ان دي ال بتساوي ايه في في الظروف العاديه؟ بتساوي رو دي سيتا. طب لما يكون في حاجات كده هيبقى ايه؟ بدل ما كانت ار دي سيتا هتبقى ايه؟ رو دي سيتا. الدي اكس ده اللي هو الانيشيال اكس اليمنت بتاعنا اللي هو ما حصلوش اي ديفورميشن. فالدي اكس بتاعتي بيساوي ايه؟ رو دي سيتا. واضحه ولا لا؟ دي مهمه يا جماعه. الدي اكس اللي هو الاليمنت اللي كان عندنا لو كان ثابت دلوقتي لما تنيناه الثانيه بتاعته ده دي اكس بتاعته هتتوزع عند النيوترال بلين هتساوي رو دي سيتا. واضحه؟ طبعا الرو ممكن يختلف على حسب سوري ال الرو تختلف على حسب واحنا ماشيين من فوق لتحت. فاحنا بنتكلم لما بنتكلم رو ده اللي هو النومينال رو. يبقى احنا
عندنا دي اكس بتساوي رو دي ثيتا. يعني هو قبل البندنج كان دي اكس، بعد البندنج بقى الحته الزياده اللي زادت على طول هيبقى اسمه دي ال. بقى اسمه دي ال. خلاص؟ ماشي. دي ال. ده جواه دي اكس. فدي ال اوف ار بتساوي ار دي ثيتا. عند عند النيوترال بلين الدي ال هي دي اكس. اه تمام. ماشي؟ ماشي. المفروض اللي بيم هو معقول يعني انا اخدت منه دي اكس. ماشي. وبعد كده خليته. وبعد كده عملنا فورس حتى انا. ايه الدي ال ودي اكس تاني؟ الدي ال ده ان هو هيبقى فيه ناحيه فوق زادت وناحيه تانية تحت قلت. لينس تحت. ما هو لما يبند كده يبقى فيه حاجه زادت من فوق وحاجه قلت من تحت. في حته في النص اللي هو نيوترال بلين ولا زادت ولا قلت. ليه دي اكس؟ فدي اكس بيساوي ايه؟ اللي هو عندك كيرف بيساوي رو دي سي. يعني دي ال بقى دي يعني الفرق ما بين يعني الطول العادي دلوقتي كان عندك زمان ولا دي ال هي الطول الجديد؟ دي ال ده الطول الجديد يعتمد على حسب انت فين في الزد. اه الطول الكامل مش اه الطول الكامل بتاع الاليمنت. اه وكده دي ال هيختلف على حسب البلين الكروس سكشن بلين اللي انا هاخده صح؟ والبي ليه؟ حسب الكروس سكشن بلين اللي انا هاخده، حسب الراديوس بتاعه. يعني ما ده ماشي هنشوف بقى ما لسه طبعا في فانكشن يعني. انا كده كان ماشي. اوكي؟ واضح ولا بسيط؟ طيب تعالى ان احنا زي ما احنا قلنا ان احنا هنحط الزد بتاعنا في النص عند النيوترال بلين، ده الزد يكون زيرو. فدي ال اوف زد بيساوي ايه؟ هنفترض ان هي بيختلف على حسب الزد. رو ماينس زد. يعني كان في الحته الفرق ده كان احنا على دايره والرو دي هتزيد بايه؟ بديها تحرك فوق. واضحه دي ولا لا؟ واضحه ولا انت واضحه؟ اه طيب رو ماينس زد. فكل ما زد تطلع فوق ايه اللي يحصل؟ الدي ال تزيد. الدي ال تزيد. تزيد. في الحقيقه المفروض الزد تبقى تحت. اه ماشي؟ يعني الزد في الرسمه دي تبقى تحت. ده البلاستيك ده ماينس كده دي اللي هتزيد كده بدي اللي هتزيد طلع الفوق نازل تحت طالع طلع فوق تزيد طلع فوق تزيد دي اللي تزيد هنا لما زد كده فوق لو لاحظت حط زد البوستر ايه اللي يحصل؟ دي اللي تقل دي ال تقل وانا نازل لتحت مش هو طالع لفوق يبقى كده عكس كده عكس تحت ماشي ماشي اوكي طيب يبقى دي ال بيساوي ايه؟ اضرب عباره عن رو دي ثيتا اللي هي دي اكس ناقص زد دي زد دي اكس باي رو. طيب السترين بيساوي ايه؟ تغير في الايه؟ دايمنشن. يعني عباره عن ايه؟ دي ال ماينس دي اكس على دي اكس. لما تعوض الكلام ده هي عباره عن ايه؟ ماينس زد على رو. ماشي شفت بقى ايه بدينا نربط بين الايه بين الجيومتري والسترين وفي حاجه بتربط بين السترين والستريس ولا لا اللي هي الاستسلم وهكذا بدينا فهمت احنا ماشيين ازاي دلوقتي طيب فدي المهم العلاقه دي مهمه قوي ان الايه السترين از فانكشن زد بيساوي ايه ماينس زد على رو طيب يبقى منها الاستريس نقدر نجيبه ولا لا الاستريس عباره عن يانج مودولس في السترين فبقت ايه ماينس زد اي على رو واضحه؟ طيب لما بنتكلم على البيم الانترنال لو احنا عندنا ايزوتروبيك بيم وعايزين نتكلم على الانترنال مومنت عباره عن ايه؟ هيبقى الزد المومنت اللي هيحصل ده يعني تخيل ان ايه ان انت بتلف كده فهيبقى عباره عن ايه؟ حوالين الاكس عندك يعني عندك فورس كده فورس كده عكسها صح؟ وانت بتلف بتبند بتلف يعني كده بتلف حوالين النقطه دي يبقى المومنت عباره عن ايه؟ الفورس في مسافه مسافه البعد عن
تمام؟ الفورس اللي هي عباره عن ايه؟ هي الستريس اللي هي ستريس في الدي اريا في الدي اريا دي الفورس. طبعا الستريس بيختلف من نقطه للتانيه فبقى لازم نعوض بيها. والزد اللي هي على حسب انت موجود فين. فده المومنت اكروس الدايمنشن بتاع البي. لما تعوض بالكلام ده هيبقى عباره عن ماينس اي على رو زد سكوير دي اي. زد سكوير دي اي دي هنجمعها مع بعض. طبعا لو عايزين نجيب توتال مومنت نعمل ايه؟ نكامل الضوء على الاريا بتاعتنا. يبقى ده الانترنال مومنت. طب لما يعمل نعمل التكامل ده الاي ثابته والرو ثابته اكروس البيم يعني يبقى التكامل ده بيبقى احنا عندنا الام بتساوي ماينس اي على رو في تكامل زد سكوير دي اي اكروس البيم اللي هي من ماينس يعني اللي هي زد نوت على 2 بزد نوت على 2. الكلام ده اسمه ايه؟ ده بيسموه second moment of area. دي حاجة تانية مشهورة اللي اسمه ايه؟ the moment of inertia اللي هي من الرموز الأخرى. عرفتوا the moment of inertia؟ في ناس كتير بتستخدمه جه من ايه؟ جه من ايه؟ من البيم اكويشن أو جه من الربط الجيومتريكال ديفليكشن مع اللي ايه؟ الستريس أو الستريس. نار مصدر اي وبعد كده بنشيل التكامل ده بنحطه اي. طيب في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب تعال نشوف الايكويشنز اللي عندنا لغايه دلوقتي. دي يو باي دي اكس تساوي سيتا دي المعادله اللي عارفينها دي جيومتريك ايكويشن. دي سكوير دي يو باي دي اكس سكوير بيساوي 1 على رو اكس دي برضه عارفينها اللي احنا كاتبينها. في حاجه بقى جديده اللي هي دي لما اشيلها احط رو. احنا وصلنا هنا ان العلاقه بين الايه بين الام والرو عباره عن ايه؟ بين الام يساوي ماينس اي اي على الرو. يعني ما معناه ان الرو يساوي ماينس اي اي على طيب الرو احنا قلنا ان هي 1 على دي واي سكوير باي دي اكس يبقى ممكن احطها بالشكل ده ماشي. حيث الام ده حاجه اسمها الانترنال مومنت اللي جوه الكروس سكشن بتاعنا. طيب جبنا الام وانس ان انا جبت الام ممكن استخدم بقى الايه تو ايكويشنز فوق. العلاقه دي مهمه جدا ان هي العلاقه اللي بتربط بين الجيومتريكال ديفليكشن او جيومتريكال فاريبلز و الكاينتيك. بقدر بعد كده احط ان لو انا عندي الام دي اجيب دي ام باي دي اكس علاقه بين الفي يبقى انا ممكن ابتدي تبقى العلاقه بالشكل ده اللي هي في انا عاد اي انا ببساطه هعوض بقى في المعادله اللي فوق واللي في. واضح احنا بنعمل ايه ولا لا؟ يعني كانت الكي بوينت ان انا اجيب الايكويشن دي العلاقه بين الجيومتريكال فاريبلز و الكاينتيك فاريبلز جبتها يبقى اقدر ايه اعوض بالكلام ده في الكاينتيك ايكويشنز اللي كانت عندي كل مره بعلى بالايه بالاوردر بتاع الديفرنشيشن. طب هو انا عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل لعلاقه بين الجيومتريكال فاريبلز والكاينتيك فاريبلز. ده اللي انا عايز اوصل عشان اشوف لما اغير فورس يحصل ايه قد ايه اللي فيه ماشي. طبعا خلي بالك كان ايه الكلام ده على حسب الفورس ام او في او كيو على حسب هي موجوده ايه. يعني ممكن ما يبقاش عندك كيو يبقى ساعتها التفاضل ده بيساوي كام؟ زيرو زيرو. يعني الليفل ده انت مش موجود انت عندك لغايه النهارده لغايه الدرجه الثالثه وهكذا. لو ما عندكش في اوف اكس طبعا دي صعبه يعني ما عندكش فورس هو في اوف اكس دي هي دي نورمال فورس ولا شير فورس؟ ليه؟ الفي اوف اكس الفي اوف اكس دي الفورس اللي هي الانترنال فورس
موجوده في العمل. هي نورمال ولا شير؟ هي تندر فورس هي شير فورس. شير عشان تاكت على على السيرفس من بره يعني. بس هو في الحقيقه ان في اوف اكس دي يعني لما بتعمل بيم دي بتعمل شير، يعني لما عندك بيم كده بتعمل فورس دي بتعمل شير فورس، بتخلق شير فورس داخليا. بس انا كل ما بعدت عن السيرفس كل ما تبقى نورمال فورس اكتر من ان هي شير فورس. الشير فورس المفروض ان هي فورس اكت على، لا خلي بالك في نقطه، لما ابلاي شير فورس بتعمل شير ستريس وشير ونورمال ستريس. دي نقطه مهمه يا باشمهندس بس تركز عليها. امتى يحصل فيه شير؟ امتى يحصل فيه شير ستريس؟ لما شير فورس، لما ابلاي شير فورس. الشير فورس تخلق شير ستريس وبتخلق نورمال ستريس. عشان كده لو انت عملت مومنت بس، عملت مومنت ابلاي مومنت في الاوتبوت مش هتخلق اي شير فورس. يعني كده لو خلقت او لو حطيت مومنت يعني ابلاي فورس الاكسترنال فورس بتاعتك مومنت بس مش هتخلق اي شير فورس جوه الجسم زي ما قلت بالظبط. لكن لو في بقى في شير فورس، لو في شير فورس هتخلق شير ستريس وشير ونورمال ستريس. ماشي بتاع شير فورس لما المومنت اللي هيحصل ايه؟ الاليمنت بتاعك هيحصل له بيلمنت كده بس. ماشي. المومنت ده بيعمل ايه؟ نورمال ستريس. ما بيعملش شير ستريس. ما بيحصلش فيه سلايدنج للبلينز. زي الايه؟ الرسمة اللي انا عايزها. دكتور طب هو المومنت ده بيتحط ازاي؟ ازاي تبلاي مومنت بس؟ دي صعبه يعني بس مش عارف يعني الفكره معنى مومنت ان فور يعني مومنت يعني مش ممكن لو ممكن لو البيم ده اصلا رز مع بيم تاني عليه البيم ده رز مع بيم تاني والبيم التاني عليه كفر يعني ممكن يعني مومنت على البيم الاولاني يعني دي بقى قصه ازاي بقى ميكانيكا اللي يعني ازاي تديوس الكلام ده؟ يعني المايك ويز دي مش موجوده اصلا. بتشوف الظاهره وتشوف ازاي تعمل الاندكشن فيها. يعني الكيس دي تقريبا مش موجوده اصلا. لا موجوده. يعني على سبيل المثال بتبقى موجوده في خلينا نفكر لك بتبقى موجوده فين هو بس عشان اكون اقصد نضيفها مع دي على اثنين عشان بس الراجل اللي بيعد ده هو بس عشان اكون اقصد تحديدا هي الفورس انا عندي فورس عايز اعرف هي شير ولا نور فالانتنر اي فورس بتعمل شير يعني دي يعني الفكره يعني بما هو ما دام انت بتابلاي نورمال على البلين يبقى انت هتسلايد البلينز دي فدي شير دي اكسترنال فورس هتعمل شير فورس طب الفورس دي لو دخل جوه شويه هتعمل نفس التغير بس تأثيرها هيبقى ماشي خلاص يا جماعه يبقى دي في الاخر الايكويشن اللي تحت دي هي دي بنسميها اويلر برنولي بيم ثيوري دي ذا موست سمبليفايد شيب للاويلر برنولي ثيوري في حاجات اعقد من كده ماشي في حاجه اسمها بس انا مش هخش في التعقيدات دي بس يعني ايه يعني ممكن في حالات بتبقى محتاجين نزود ترمكتب هي دي كده اي في اي دي كده اي اي صح؟ اي في اي اي اللي هو اليانج مودلس او المودلس بلاستيستي الاي ده هو المومنت اوف انيشن بتاع الكروس سكشن بتاعنا واليو ده اللي هي الديسبليسمنت بتاعتنا الاكس اللي هي مع الاكس دايركشن الكيو اوف اكس ده هو الديستريبيوتد تمام واضح ولا لا؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ طيب تعالى من ايه؟ طبعا في نتيجه طبيعيه لما عندك ديفرنشال ايكويشن في الدرجه الرابعه يبقى انت محتاج كام باوندري كونديشن؟ محتاجين بقى فور باوندري كونديشن دكتور عايش هو الستريبيوت فورس ده يعني الفورس دي بتاثر على الجسم كلها بتاثرها على الجسم كله ولا ديستريبيوتد فورس يعني مثلا في ويت مثلا وانا حاطط بوينت ده ديستريبيوتد فورس دي الايكويشن بتقول كده لكن ازاي الويت ده هيخش وازاي اذا فورس تخش لازم تمشي بقى ايه مع التفاضلات الثانيه اللي احنا عملناها دي
يبقى
يبقى معنى كده ان دي سكوير يو باي دي اكس سكوير على دي اكس بتساوي ال بتساوي زيرو. لما تعوض كده احنا ليه قلنا ام اوف ال بزيرو؟ ايه؟ ليه قلنا ام اوف ال بزيرو؟ دي اول حاجه قلناها في المحاضره خالص، لما يكون عندك بي وفي فورس المومنت عند ال بتساوي زيرو بس يعني. بس بحسب ده كان جيفن. لا بتحسبها يعني، يعني لو حاجه ثانيه بتحسبها يعني. طيب وفي اوف ال كام؟ بتساوي ماينس اف. ماشي برضه نعوض في المعادله اللي هي فيها الفي، يبقى ساعتها ايه الكلام ده؟ يبقى عندي تو ايكويشنز تو انونز احلهم اقدر ايه اجيب ان اليو في اكس تساوي في المعادله بالشكل ده. الايكويشن ميزه الايكويشن دي ايه؟ لما يكون عندك عايز تجرب اليمنت جديد او اي شيء تبتدي تحطه، تحط حاجه زي الكانتليفر دي، ابلاي فورس، تشوف الديفليكشن، الديفليكشن ده ماشي زي اللي انت عارفه، حط له بركه مش ماشي، نعمل ايه؟ نظبط عندنا مشكله نحاول نحلها. اوكي؟ فدايما لما تيجي تجرب كلمه جديد من احسن الحاجات اللي تجربها قصه الكانتليفر اللي عليه بوينت فورس. ان منها تقدر تعرف انت شغال طبعا دي حالات بقى اخرى لما يكون ديستريبيوتد هيبقى شكل البيم عامل ازاي، لما يكون في مومنت هيبقى شكله عامل ازاي، الحاجات دي كلها تتسلوا فيها يعني تحسبوها ان هي من دي علينا. دي حالات دي الصف الثالث ده الرو الثالث الكولوم الثالث ده بنعرف تجيبها يعني؟ ايه؟ ده ما ده هتحل البيم ايكويشن فيه. ماشي يعني. طيب اخر حاجه بس عشان ما خلصنا الجزء ده، الكلام ده هيفيدنا ازاي في الكي؟ احنا قلنا الكي دي عباره عن ايه؟ فورس على اكس. سيفنس سيفنس اللي هي الفورس على الاكس، الحركه لما تتحرك بتكتكس. انهي حركه؟ على حسب احنا بنتكلم هنا عن التب بتاعت البيم صح؟ احنا عايزين ايه؟ نجيب الديفليكشن عن التب بتاعت البيم عند اكس بتساوي ال، يبقى هي دي الاكس بتاعتنا بتاعت الكي اكس، اشوف الفورس اللي انا ابلايد عندها اف على اكس بتديني الكي. واضحه ولا لا؟ احنا قلنا ان ده هيبقى بيم هيشيل حاجه، فالبيم اللي بيشيل حاجه ده بنعتبر ان هو سبرينج، فانا عايز اجيب الكي اكس بتاعتي. تمام؟ طبعا هنا في الاند لود، في حاله الاند لود بتبقى سيرد اوردر بولينوميال بنحسبها. لو الاند لود الاند بتاعنا ما كانش فورس كان مومنت هتبقى سكند اوردر ايكويشن، لو كان في كونستنت ديستريبيوتد بتبقى فورس اوردر ايكويشن. كل حاله دي على حسب اللود بتاعي عامل ازاي. تمام؟ في حاله لما يكون الاند مومنت از يوسفل استيميتنج اللي هي حاجه اسمها فابريكيشن انديوز ريزيدوال ستريس، الكلام اللي انت كنت بتساله قصه طب فين امتى يبقى في مومنت بس؟ الريزيدوال ستريس اتكلمنا عن حاجه اسمها ريزيديوال ستريس. الريزيديوال ستريس ده بيعمل مومنت، دي حاله المومنت بس. اوكي؟ ممكن نبقى نتكلم عنها شويه بس انا مش عايز اخش في تفصيلاتها، بس يعني هي دي لو انت انترست فيها ممكن ابقى اوريك حاجات. ممكن برضو كالكوليت حاجه اسمها الاند مومنت، ممكن نقيس بينها ريتس اوف كيرفتشر نعرف قد ايه المومنت ومين المومنت ده وحساب، ونقدر نعمل استيميشن للريزيديوال ستريس. طيب ازاي هنحول البيم ده للسبرينج اللي احنا قلنا عنه؟ اول حاجه بكولابس الماس ديفايد انتو 1 اور 2 1 اور مور بوينت ماس، يعني بعتبر الماس ده كونسنتريت في مكان معين، يا اما اخليه في النص او اخليه ديستريبيوت زي ما انا. وبعد كده ديترمن ذا فورس ابلايد اوف ذا بيم اف اكس اند سبورت كونديشن، ايه الكونديشن بتاعتك بتاع السبورت اللي هو فول سبورت ولا جايدد ولا ايه بالظبط. وبعد كده بتشوف البيم ديفليكشن اللي بيحصل، بتقسم بتجيب الاند بتاع الديفليكشن على اكس بتساوي ايه، وتقسم الفورس على الديفليكشن يجيب لك الريليشن بتاعت ايه؟ بتاعت ايه؟ اللي هي ماشي؟
ده اكزامبل اني عندك ايه شكل بالشكل ده عند البيم وعندك ماس وعايزين نجيب الايه السبرينج كونستانت بتاعت البيم من الفورس فين الفورسز الموجوده عندنا في الماس ده بتاع الريجيد بودي بس بعيد وفي هنا ايه البيم بتاعه نعمل ايه لو اول اسامبشن ممكن افترضه ان الماس ده قريب قوي من السبرينج او ان الماس دايمنشن اصغر بكتير من السبرينج وحط على طرف ال ساعتها ايه كان النقطه دي اللي هي سنتر اوف ماس على طرف كانتليفر ساعتها هنبقى ايه الايكويشن في العاديه ماس نفسه اللي هو البي ده لكن عليه فورسز نفسه سبرينج كانتليفر ايه؟ هو عليه فولت يبقى عليه فورس ممكن طيب يبقى لازم موديل الفورس والماس عندي كان فيه وين؟ لو انت محتاج على حسب الفورس بتاعتك صح؟ لكن انا عايز اموديل الميكانيكال فورس يعني مثلا هو حاطط لك هنا ايه؟ الكتريكال فورس انا عايز اموديل الميكانيكال فورس بس يعني طب ايه لازم طيب الدي سي والاي سي ده حطيته؟ الفكره هو ان انا عايز اعمل ايه؟ ما ده السؤال انا ممكن احل كله مع بعض في نفس الوقت افترض ان عندي في حاجه اسمها ديستريبيوت فورس اللي هي الالكتروستاتيك والكهربائي او ممكن اعمل حاجه ثانيه اشوف الميكانيكال استراكشر بس لوحده وريديوسه انتو سبرينج متعلق بيه ماس وابلاي عليه فورس وادس الالكتريكال سيستم لوحده ان انا بابلاي فورس والفورس ده بيبقى فيه الكتريكال فورس عليه وفيه سبرينج فورس طب الفاليديتي ان كل حاجه تتسال لوحدها دي مش فاليد في كل كيس بالظبط انت ايه الفاليديتي ريجن اول حاجه ان يكون في عندك ريجيد ستراكشر يعني الاستراكشر ده ريجيد يعني ما بيحصلش فيه بيندنج ده اول حاجه الحاجه الثانيه ان انت بتعمل ابروكسيميشن ان الماس ده مش هيبقى كبير قوي لدرجه ان هو ايه يبند كده إن لو بند كده الالكتروستاتيك فورس هتختلف تفترض ان هو تقريبا كده يبقى ساعتها ان السبرينج هو اللي هيبنده فوق وتحت وبس. فده الابروكسيميشن الثاني. الابروكسيميشن الثالث اللي هو ممكن تحله بس يعني احنا واخدينه دلوقتي في اعتبارنا ان السنتر اوف ماس قريب جدا من الايه؟ من الكتف. ممكن نكمل الاكزامبل ده مره جايه؟ لا. خلص على طول بس. لسبب انا هقول لك ايه بعدين. طيب فاليو نفس المعادله اللي احنا وصلناها حط اليو والان وعوض تديك الاكسبريشن بيساوي اف الكلام ده بيساوي اف على كي الفورس بتاعتك هتروح مع الفورس يبقى كي بتساوي ايه؟ 3 اي اي على ال ليه عشان احنا خلصنا تقريبا مش مستني اوكي في حاله عايزك تعملها سبيشال كيس ده اساينمنت عليك لو كان الماس دايمنشن اكبر ال بي دي كومبارابل لل ال ايه الايكويفالنت كي اعتبره كله على بعض ورد واحد انت عايزه وده الضروري اشوف ان شاء الله في الاسئله ايه نفس الماس هو يا اما انا عايز احسب الكي مش عايز احسب ماشي تاني يا جماعه الاساينمنت واضح عايزين نحسب الكي بتاع هو ايه؟ ايه اصلا انت انزل؟ ممكن تصبر؟ بلاش دايما معترض والله الاعتراض ده دايما عمال على البطال ما هيفيد شيء معارضه ايه معارضه فاشله مش دي اسمها معارضه مش خلاص تؤدي الى خراب البلد ماشي زي خراب الكرسي كده في كام تصميم؟ يعني لو انت الاختراق ده مش بتاعك مفيش اوكي يا جماعه بالنسبة للأسبوعين الجايين دول احنا عندنا الأربع الجاي
المفروض كان ان في فيكشن هذا في سيكشن ان شاء الله ماشي هنحاول نشوف الحاجات دي ولا ان شاء الله هنسس. نكمل انسس نكمل انسس يوم السبت طيب يوم الاربعاء هتبقى شيف جاد يعني يبقى في سيشن ان شاء الله نتكلم عن الكلام ده نتكلم لو في اي حد ليه استفسار ممكن يبقى في كام مساله كده نشوفها اوكي ده يوم الاربعاء يوم السبت الجاي الثانيه ممكن يبقى في انسس نكمل بقيه انسس والثالثه هيبقى في هنستريح من انسس طيب نكمل باقي الشيت لو احنا احتاجنا خلاص ميعادنا الاربع اللي ايه اللي جاي لا اللي بعدين خلاص ماشي نكمل بعد كده خلصنا الكلام ده هنبتدي ان ممكن نخش في ايه نبتدي السيستمز اكتر احنا اتكلمنا على حبه معلومات كده عن السبرينج وازاي نعرف السبرينج ممكن نبتدي نبتدي نشوف على الفورس بقى نكتشف فورسز والسنسنج في الطبيعي احنا كنا بنخش حاجات ثانيه بس انا شايف ان الابروش لا ماشيين دي لغايه دلوقتي اعتقد لحد ما مناسب يعني نديكم بعض المعلومات اللي سبتوا وفي نفس الوقت نخش على التفاصيل اللي اتكلمنا في الفيديو اوكي ممكن الاربع اللي هو اللي بعد الجاي هنتكلم يعني ممكن في تفصيل اكتر عن البروجكت بتاعتكم يعني انتوا عملتوا ايه وصلتوا فيها ايه اللي المفروض بعد الميد تيرم هيبقى في ميد تيرم بعد كده في ناس ميد تيرم الاسبوع اللي بعد اللي جاي ده في ميد تيرم صح؟ هنعمل ميد تيرم بعد الميد تيرم المحاضره اللي بعديها أيوة. لازم يبقى في برزنتيشن عن البوس على البوس بتاعك انت وصلت فيه لفين وصلت احنا لسه